حصل في الحفله النهارده؟ اللي حصل ان الحفله النهارده كانت وحشه جدا، اسوأ حفله عملتها. السبب بقى اولا هي مش في حالتها الطبيعيه، مش بتغني كويس، مودها وحش، عماله تقول في دخان. انا بغني في محطه اتوبيس، ايه ده؟ ايه اللي هي بتعمله ده؟ تهريج طبعا. طب ايه تهريج؟ خدوا مننا الفلوس. انا سمعت اغنيتين، قطع تيكت ب 1500، سمعت دي اغنيتين، يرضي ربنا ما يرضيش ربنا. تفتكري ايه السبب اللي خلاها في المود ده؟ معرفش، مش طبيعية يعني. وفجأة قالت تصبح على خير. تفتكروا على المشكلة لحد الجمهور ولا قالت مع عمرو دياب؟ احنا مالنا مع عمرو دياب؟ احنا مالنا مع عمرو دياب؟ ماشي مشكلة مع عمرو دياب. هي مهزوزة، هي جاية مهزوزة. ايوه انا جاي بصي، انا دافع زيك على فكره. لا مش على دافع، انا مش من هنا، انا مش بره مصر. بصي انا جاي عشان حفلتها اهو، انا جاي عشان حفلتها، بس دي ما تستاهلش. احنا بنستاهل وفرحانين. واللي عملوا عمرو دياب واهله لسه قليل عليها. ما عملتش جمهورها، ما عملتش جمهورها ولا عملتش. هي سقطت، هي سقطت. لا هي هرم ولا هي غيره، ولا هضبه ولا جبل، هي الهرم. هي مستنكره، هي جميله، هي مستنكره. لا مش جميله، هي صوت بس هي دي مش اخلاق. لا مش اخلاق، مش اخلاق. ايوه صوت حلو علينا. في ناس جات لك مخصوص معنا كده، ده جمهورك الحقيقي. احنا بنحبها وبنحبها. احنا بقالنا 3 ايام بنحبها وسبنا يومنا وسبنا عيالنا ومش هسمح لها. طب ما طلبتوش لما اشوف محدش حاول يسترد فلوسه؟ استرد فلوسه فين؟ السبونسر هرب، وهم الاثنين متفقين مع بعض، والناس هي اللي شربت المقلب في الاخر. قالوا لكم ايه بقى؟ بنحب عمرو دياب، احنا بنحب عمرو دياب كلنا، بس وقلبي غنت الساعة ونص الصبح. ده ما لا لا دي نص ساعة. لا ما حصلش. وما عدا 10 جت الساعة 11 ويك. زي ما كنت بتمنى علينا بالاغاني بتاعت حلب. الحلب ايوه مقاطعة حفلات شيرين فعلا. لا كل مقاطعة حفلات